لماذا هذا التأخير؟ آسف يا سيدي وعيني، أنا بس تأخرت، كان زحمة زحمة بس. هل يأسفون في هذا؟ يكفي يكفي، كيف أخبارك في المساجد؟ الحمد لله يا سيدي، وعني غير توجيهاتكم بس. وماذا ستخطبون هذه الجمعة؟ ما هو تشتوا قلوا لنا وإحنا ننفذ، لذا أنتم دارين هما قلتم لنا قلنا على طول. نريد أن تعمقوا خطاباتكم في مساجدكم وأن تكثروا من جماهيركم وأن تعمقوا القضية الفلسطينية لصالحنا. ولا يهمكم، هذا قد بنستغل الشعب وكله قضية اليوم العالمي للقدس وبنخرجهم كلهم ونركز وبنتي لكم. ونريد منكم أن تعمم في جميع المساجد من تأثير لبنان وبالأخص حزب الله. لا تقلق يا سيدي، ما هذكت عندنا الفتوى السريعة في هدم الشريعة. أيضا إيران لا تنساها وتغفلها في هذه القضية المهمة. ما هذا لا ترقد بنذكر حزب الله ونذكر إيران أعظم من ما نذكر الله. أحسنتم صنعان. نهض يا هذا، أخرج يلا يلا. ولا يهمك ولا يهمك، لا نفتي ما نشي. مشاهدينا اليوم معانا شمس الدين فلات الدين، نشتي حدثنا اليوم عن كل شيء وعن أمور الدين بأكمل يد. تفضل يا شمس الدين. أتريدون الحديث فقط عن نواقض الوضوء؟ لا لا، مش عن أمور الدين فقط، حدثنا عن الجنة وعن النار وعن الحلال وعن الحرام وعن الظالم وعن المظلوم. الشعب اليمني مظلوم، تحدث عن الظلم وعن كل شيء. ولا أتحدث عن مظلومية حتى الشعب اليمني وأنا منهم، وآكل وأشرب وأتنعم وأتلذذ، وهذا لا يعنيني شيئا. يا أخي هذا واجبك، هذا من واجبك أنت كعالم، تعلم الناس وتفهمهم وتوعيهم. كيف؟ الأمر لا يعنيني، وليعبد الناس ما شاءوا، ويبقى هبال واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كيف لا يعنيك يا شمس هدي؟ طيب ناهي، إلى متى يستمر الوضع هكذا؟ إلى قيام الساعة. هدي يا بيات، فين هذا؟ في اليمن. يا أخي العالم يتحدث عن أمور الدين وعن الحلال وعن الحرام وعن النار وعن الجنة وعن الظلم وعن الظالم وعن المظلوم وعن حقوق الناس وعن... لو تحدثتم عن هذه الأشياء أنتم تفسدون المساجد والمنابر، وأنتم تفسدون الصلاة لأنكم تتحدثون عن السياسة. طيب كان ما هو الذي الشيء نتحدث به؟ السيد يا هذه الأشياء تحدثوا. طيب أسألك سؤال، لماذا وضع الحوثيين شمس الدين مفتيا لهم؟ يفتيهم بصوابية هذا الفعل. أي فعل؟ كم عاد افتي؟ كم يا جرائم؟ كم يا قاتل؟ كم يا ناه؟ إذا قتلوا لا يطالبون بالقاتل لأنهم أبناء الله وشعبه المختار. إذا اغتصبوا أرضا فلهم الحق لأنهم أبناء الله. أبناء الله أبناء المالك الحقيقي، والأبناء أن يفعلوا في ملك أبيهم ما يشاءون. أها، أبناء الله وبقية الناس؟ بقية الناس ليسوا أبناء الله. أها، يعني أبناء الله هؤلاء يفعلوا ما يشتهوا، كل شيء حقهم عادي، يفعلوا ما يشتهوا، صح؟ لا مانع. لا مانع؟ إذا أفسدوا، إذا ظلموا، إذا رابوا، إذا أخذوا أموال الناس، لا يحق لسائر العالمين أن يطالبوهم. يا بتسمعوا، لا يحق لسائر العالمين أن يطالبوهم، ولا حد يضحك. لا مانع عندنا إذا فتحت يعني أمريكا أو بريطانيا قواعد حربية في بلادنا، لا مانع عندنا أن يختلط الرجال بالنساء، لا مانع عندنا إذا وفرت الخمور في الفنادق من باب الترويج السياحي، لا مانع عندنا إذا رقصت الغواني أمام الرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب في الحفلات الفنية، لا مانع. يا شمس الدين، أنت عالم قلت، والناس في ذمتك، تق الله، عقل عقل عقل، تحدث في أمور الدنيا يا أخي، والحلال والحرام ما علق من الخبر والعلم. هذا الأمر لا يعنينا. الله الله، يا يعني كلامك هذا، ومفتي الديار والعلم وعالم كل كذب. ولكن الناس يعجبهم، لا أدري لماذا يعجبهم الكذب، ولماذا ينخدعون
ولماذا تزل بهم الأقدام في مثل هذا الحال؟ ناي ناي أنا اشتي أفهم كيف بدقنا على الناس بحقك الأكاذب هذول والخزعبلات كيف؟ الدين ليس سهلا. أيوة صح، الدين ليس سهلا، ليس سهلا لتجعل سهلا هذا الدرجة تفتي لمن تشتي وتفعل ما يشتي. إذن هذا مشروع الملي فيك يعلم الله ما هو مرض مزمن، ما هو من مرض حرب له، هو مرض على مدى ما يبعلاك هذا. في ظاهره الصواب والصلاح، لكن في باطنه السوء والاحتيال والنصب على الناس. كيف يعني؟ ما فهمت. على سبيل النصب وعلى سبيل الاحتيال. ايش؟ انسى ان نسيت ان اذكر بامر مهم يحدث هذه الايام. هي علمك ما قد به. ان المساله ليست سهله. يا الله سمعنا خي، يعلم الله ما قد به. ابتلانا الله تعالى بشعب فلسطين. ايش؟ ابتلانا الله تعالى بشعب فلسطين. ابتلانا الله بكم انتم. تجي تتكلم على الشعب الفلسطيني الذي بيقاتل الكفار والإسرائيليين بحقه حقيقي، مش مثل شعاراتك الكاذبة الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وتقتل اليمنيين. وإن بقاء القدس في أيدي الغاصبين الفلسطينيين غلط كبير ولازم يسلم للإسرائيليين. أمان عيد 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 ما قلت عيد. وإن بقاء القدس في أيدي الغاصبين الفلسطينيين غلط كبير ولازم يفجرها الحوثيين. يعني هذا الوفاء حقكم للقدس صح، وما كنتوا ناهب هدار وناهب وسارق للتجار باسم يوم القدس العالمي وكل كاذب. هذا الوفاء، الوفاء للقدس، الوفاء بالعهد للإسرائيليين. يعني مش انتوا مع القدس ولا مع فلسطين ولا يوم القدس ولا انتوا مع هذا القضية صح؟ أبدا أبدا أبدا. جي ما أقول لك جي، تبع من انتوا؟ بنيامين نتنياهو جماعته. ها فهمت الحين، بس ليش مدى لكم مئات المليارات من الدولارات؟ مليارات بس مقابل ايش؟ حاكيني. من اجل ان لا يبقى مظهر من مظاهر الاسلام ولا من مظاهر العرب. هيا فهمت، قلت لك بين هوش هوشو. قليل الدين صار يصدر فتاوي، من يبى فتوى بلا مسند وراوي لا يدور مفتي. داري فتوى الحوثيين ما هي بعيدة، داري فتوى الحوثيين ما هي بعيدة. قال دام انت من اهل البيت عادي، شلي ما تشتي من اموال العبادي. وعجينا الدنيا عجي، واعمل اللي تطلبه واللي تريده، واعمل اللي تطلبه واللي تريده. أظلام الدنيا يومي غرف الدين، مفتي يفتي لك باللي تريد نفسك وتشتي. حلي ما حرام اهدي، طلبة الله كل فتواها في رصيده، طلبة الله كل فتوى في رصيده. واحتفل بالقدس قال ينصر فلسطين، والصواريخ قد ضرب مكة بعشرين. كل زع وكل عي، والهدف هدم الحرم بعد السعيدة، والهدف هدم الحرم بعد السعيدة. اسمها قال اجمعوا مجهود حربي، والغرض يقتل بها ناسي وشعبي. واليهود الغاصبي يرسلوا له كل سع خطة جديدة، يرسلوا له كل سع خطة جديدة. انتصر للقدس في صنعاء ومارب، والله أكبر يا تعز فيها يا حارب. حاصروها أربع سنين والعيدة للجوف وأصحاب الحديدة، والعيدة للجوف وأصحاب الحديدة. فجر الجامع وقال يا أصحاب غزة ابشروا الأقصى ضروري ما نهز، نطحن الكعبة ضحي وبعدها فلسطين بتبقى الوحيدة، بعدها فلسطين بتبقى الوحيدة. كيف يحررها وهو راس المشاكل في اليمن وامتد إلى خارج وداخل، والعرب والمسلمين قدامك برخدم إسرائيل تريده، قدامك برخدم إسرائيل تريده. واعذرينا يا فلسطين اعذرينا، لاني بالحوثي ومشروعه بلينا. بيطعمنا من يمين واشغال الأمة بالأفكار البليدة،
على الأمة بالأفكار البالدة، لكن إحنا لجل أقصانا ما ضينا لا وربنا المسجدنا نسينا، لنهينا ونستاكي وبشري بالنصر يا الأرض التاليدة، وبشري بالنصر يا الأرض التاليدة، وبشري بالنصر يا الأرض التاليدة. يا اخي تعال اسمع معي وشوف وشو يدعي، وكلنا لازم نعي لحد يقول ما يحرفوش. هوش يا مشاهد هوش، ركز وتابعنا، هوش وافتح الشاشة على ترددنا. تم المصايب في رأت مثل الوجع لكل بيت فوق الألم والمرض والعدوان بزت بعداي كل ما يقصدون. شعب اليمن يشتي يعيش لعد يقفلها بشيش، كثر الهدر ما نشتهيش وشعبنا قرر يهوش.